الأرقام دايما بتتحدث عن نفسها، بتتحدث على إن النادي الأهلي في حتة تانية، والنادي الأهلي دايما على القمة. هي بالأرقام، إحنا ما بنجيبش حاجة من عندنا، دي أرقام. تعالوا نستعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري مع بعض. ماشي، تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك، لعبوا 125 مباراة، دي في بطولة الدوري العام. نادي الأهلي فاز 48 مرة، نادي الزمالك فاز 27 مرة وتعادلوا 50 مرة. يعني نادي الأهلي كسب 48 مباراة، ونادي الزمالك كسب 27 مباراة وتعادلوا 50 مباراة. نادي الأهلي له من الأهداف 162 هدف وعليه 110 هدف. تعالوا نستعرض مع بعض أيضا تاريخ مواجهات النادي الأهلي والزمالك في شهر يوليو. لعبوا 13 مباراة، النادي الأهلي فاز في 8 مباريات وتعادلوا 4 مباريات، والنادي الزمالك فاز في مباراة وحيدة. نادي الأهلي له 21 هدف وعليه 10 أهداف. إذن الأرقام كما قلنا لا تكذب، لا